اهلا بحضراتكم من جديد. مع كل هذه الاشادات يبقى التاكيد مننا دايما ان دي مجرد بدايه ايجابيه جدا فيها مكاسب كتيره. احنا بنقف عند المكاسب دي لانه هو ده الاساس اللي انت هتبني عليه. وعلى فكره من اهم مكاسب هذه المباراه اللي قالها الكابتن احمد شوبير. مباراة امتازت بالروح الرياضية الرائعة قالها إلى الحقيقة. يعني جريده فضل واقف مستنيه لحد ما الراجل خلص المؤتمر وبعدين يروح له ويحييه، ده الأمر المحترم. يعني هذه هي كرة القدم الحقيقية، هذه هي الرياضة. شوف الشناوي، يا الشناوي ليدر طبعا بصراحة حاجة. يا سلام يا سلام طبعا. يا سلام على الجمال. يعني دي الحاجات الجميلة يعني الواحد يبقى فرحان بيها. ما يعني رايح لصالح وصديقه وزميله القديم، ثم كولر كمان بيرسي حتة حلوة يعني بيصافح كل زملائه. حسين الشحات اللي ما لعبش ولم يشارك لكنه رايح على لعيب النادي الإسماعيلي، عايزين ده بقى يستمر. شريف اللي خرج بيجري على زملائه بيجري على اللعيبة المنافسين، يعني شيء رائع وشيء جميل يعني نتمنى يعني.